السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا استخاره بالقران الكريم بتاريخ 6/8/2022، النهارده السبت. استخاره بالقران الكريم مجموعه رقم 1 ومجموعه رقم 2، اصحاب الشمعه الحمراء اصحاب الشمعه الزرقاء. يا رب يكون قراءتكم جميله وتنول اعجابكم الفتره دي. هنشوف مع بعض ايه الاستخاره اللي هتطلع لكم. طيب مجموعه رقم 1 هي حرف الالف، الباء، التاء، الساء، الجيم، الحاء، الخاء، الدال، الزال، الراء، الزين، السين، الشين، الصاد، الضاد. دي مجموعة رقم 1. طيب مجموعة رقم 2 هي ايه؟ هي اصحاب الشمعة الزرقاء، حرف الطاء، الظاء، العين، الغين، الفاء، القاف، الكاف، اللام، الميم، النون، الهاء، الواو، الياء. ودلوقتي هنشوف، هنركن بس مجموعة رقم 2 الاول على جنب ونبدأ مع بعض بمجموعة رقم 1. مجموعة رقم 1 اهي معايا بحروفها باللون بتاعها. هنشوف دلوقتي استخارتنا هتقول لنا ايه. بسم الله. سورة يونس مجموعة رقم 1، طلع لهم سورة يونس. بسم الله. الفترة دي شكل كده عندكم تقدم وخير. عندكم رقم 2. رقم 2 ده بيدل على طيبة قلبكم وعلى الانفراجات اللي على جميع الأصعد في حياتكم. انتوا عندكم تغيرات إيجابية بإذن الله وطاقة حلوة جدا. شوفي انتوا مستنيين ايه؟ في حد عايز يتواصل معاكم بخصوص اعجاب او بخصوص حب، عايز يتكلم معاكم بس حرفيا خايف من ردة الفعل. ليه خايف من ردة الفعل؟ عشان خايف ان انتوا ردة فعلكم تكون غريبة، ردة فعلكم يكون فيها يعني حاجة مش مفهومة. عايزاكم كمان تاخدوا بالكم بقى من نفسكم شوية وترجعوا تهتموا بنفسكم وتهتموا بملابسكم بأناقتكم، ترجعوا تهتموا بنفسكم زي الأول. ما تهملوش مهما يكون في نفسكم علشان العيون عليكم. كمان في حاجة هتتم، هتكون بعد تعب سنين أو بعد فترة كبيرة جدا من العذاب، هتتم لكم على خير بإذن الله وهتكونوا مبسوطين بيها جدا. عندكم أكتر من سؤال مش لاقيين له إجابة. كمان ممكن تكونوا انتوا في حاجة حاسين ان انتوا تايهين، حاسين ان انتوا حيرانين في حاجة، انتوا مش فاهمين الشريك، حرفيا انتوا مش فاهمين الشريك ولا عارفين تفهموه، متحملين فوق الطاقة بتاعتكم وجايين على الشريك، ولا انتوا فاهمين الشريك ولا الشريك فاهمكم. في حد بيتدخل في حياتكم، خدوا بالكم من الموضوع ده علشان الشخص اللي بيتدخل في حياتكم ده نيته اتجاهكم مش سليمة ولا حابب لكم الخير، بس انتم مأملينه ومدينه الامان بشكل رهيب جدا. كمان انتوا هنا من بعض في بعض الضغوط الفتره دي، انتوا يعني ممكن يعني عندكم ضغوط في البيت او بتشتغلوا اكتر من شغلانه، في مشكله عندكم هتتحل باذن الله وهتطلعوا من الوضع السيء اللي انتوا بتمروا بيه. كمان انتوا عندكم عقبه هتعدي على خير، والعقبه دي هي الحاله النفسيه اللي مأثره عليكم اللي هي مش مستقره، بس الرزق هيلعب دور كبير جدا في حياتكم. وعايزاكم تحذروا من بعض الاشخاص اللي في حياتكم اللي انتوا ماشيين معاهم، وزي ما قلت ان الطريق اللي هيكون مفتوح والطويل اللي قدامكم ده هيكون صعب بس نهايته خير، وحاولوا تقللوا من كتر التفكير الزايد، وحاولوا ان انتوا تهدوا نفسكم شويه. في بعض الاشخاص في حياتكم انتوا عندكم ارهاق وتعب وحزن، ربنا باذن الله هيفك كربكم الفتره اللي جايه. ليه؟ علشان هيفتح لكم باب جديد او هيفتح لكم امور جديده، في امور هتكون حلوه ليكم، زي ما قلت مولود جديد او حاجه جديده، في اكتر من حاجه هتتفتح قدامكم وهتكونوا فعلا مبسوطين جدا بالامور اللي بتتفتح عندكم. كمان انتوا هنا حاسين ان الماضي بتاعكم كله مؤلم، بدأتوا ان انتوا خلاص تصلوا ركعتين لله وبتقولوا يا رب احنا مش عايزين نفكر في الماضي، كل تركيزكم الفترة دي بدأ يكون بإيجابيات. عندكم فرصة والفرصة دي مش عايزاها تضيع من ايديكم، عايزكم تمسكوا فيها بايديكم واسنانكم وتحاولوا ان انتوا تستغلوها، عشان ممكن الفترة دي هتكون مفترة لتحديد المصير بتاعكم. تحديد مصيركم مفتوح قدامكم وهيتفتح قدامكم اكتر من باب، وكل الادلة اللي عندكم هتديكم معظمها طاقة ايجابية وهتديكم استقرار نفسي.
كمان في مفاجأة حلوة من شخص غالي عليكم، لا إما هيعترف لكم بالحب، لا إما تقوية في علاقة، تقوية في صداقة، الله أعلم، بس هيفتح معاكم أكتر من موضوع وهتكونوا مبسوطين جدا بيه. دايما أقول إن أنتوا بتدوروا على الحب والحنان وبتدوروا على الاستقرار العاطفي، بس عايزاكم تاخدوا بالكم من الشخص اللي عامل حبيب اللي هو بيأذي فيكم وأنتوا مديين له الأمان. في عندكم واحدة ست بيضة، الست دي حلوة، ملامحها صغيرة، دايما حطاكم في بالها ودايما بتتكلم عليكم بكل الطرق، بتتكلم عليكم يعني هي حطاكم في بالها وغيرانة منكم، يعني هي مش حطاكم في بالها بس، لا ده هي كمان غيرانة منكم وبتسألوها، يعني انتوا عايزين تسألوها طب انت غيرانة مننا ليه، يعني هو في ايه، ايه اللي حصل، انتوا مش يعني في حاجة غلط انتوا مش عارفينها. دايما اقول لكم ان العيون مش سايباكم في حالكم، العيون هي اللي مأثرة عليكم في الحسد الشديد ده، وهي اللي مخليه صدركم بيضيق. طيب انتوا في حاجة كاتمينها ومش عارفين تبوح عنها او تتكلموا عنها، والحاجة اللي كاتمينها دي مسببه لكم حزن. دايما ارموا همومكم على ربنا وتأكدوا انه في الوقت المناسب ربنا هيجيب لكم حقكم. كمان انتوا هنا بتفكروا تسامحوا وتنسوا ناس ظلمتكم، بس مش عارفين علشان خاطر الناس اللي ظلمتكم دي لعبت لعب كبيرة جدا في حياتكم وعرفت فعلا تستغلكم بكل الأوضاع. الفترة اللي جاية ربنا هيجازيك خير جدا، وممكن يكون في عودة للمنفصلين او في بشرة خير او مناسبة حلوة هتحصل لكم. في كمان هنا ارتباط قوي جدا، في رابط انتوا هتبقوا ماسكينه بينكم ما بين حد. الفترة دي انتوا يعني ممكن يكون انتوا بتعانوا من اكتر من حاجة، بس الفترة دي حساسة جدا عليكم، انتوا عندكم حساسية زايدة، حساسيين جدا في اكتر من حاجة، واخدينها كده بحساسية، اكتر من حاجة مسخرة لكم كذا موضوع الله اعلم، بس فعلا انتوا عندكم اسئلة كتير، والاسئلة دي انتوا مش عارفين تاخدوا فيها اي قرار. شاغلين بالكم بأكتر من موضوع، أو بتخلصوا الطاقة بتاعتكم كلها على كذا موضوع. مين الشخص اللي تخلى عنكم في يوم من الأيام وانتوا كنتوا بتحموه من كل الناس؟ أو بمعنى أصح، في شخص كان عندكم انتوا كنتوا مش بتحبوه، انتوا كنتوا بتعشقوا التراب اللي بيمشي عليه، تخلى عنكم وخذلكم رغم ان انتوا لحد الان مش فاهمين هو عمل كده ليه. الفترة دي للتغيير، وهيكون عندك تجديد بشكل مباشر في مستقبلك، لان انت بتبني كذا بيت حاليا او بتبني كذا حاجة. كمان مش عايزاك لما تدخل في علاقة تغوط فيها قوي او تنزل فيها قوي بقلب جامد، لا اهدى شوي، اهدوا علشان الوقت ده في مصلحتكم انتوا، وانتوا لما بتدخلوا في علاقة ما شاء الله عليكم بتدخلوا بشكل ايجابي. في حد مختلف عنكم وعشان كده انتوا مضغوطين مع بعض الاشخاص، وبتحاولوا في قدر المستطاع تلتزموا بحاجات النفسية بتاعتكم، لكن انتوا تعبين نفسكم في الطاقة اللي مسحوبة منكم رغم ان انتوا ملكمش اي ذنب فيها، بس انتوا اللي عاملين في نفسكم كده، انتوا اللي بتخلوا الاشخاص اللي في حياتكم يعني تديكم كده دفعة لقدام وانتوا مش عاجبكم الوضع. عندكم رغبة ان انتوا تشتغلوا ورغبة ان انتوا تمسكوا العصاية من النص، لكن انتوا هنا تعبانين جدا ومن وقت للتاني بتحسوا بالملل وبالقلق، وما بتحسوا انتوا مش قادرين تركزوا. طيب انتوا هنا بدأتوا فعلا، بدأتوا تحسبوها صح، او ده الوقت المناسب للحسبان الصح اللي عندكم، في هدية حلوة او مال او حاجة حلوة، الحاجة دي فعلا هتخرجكم من اكتئاب وحزن ومن خذلان من اقرب الناس ليكم، وظهور حد على حقيقته انتوا هتكتشفوه، الحد ده كان بيجيب سيرتكم وغيران من نجاحكم او بيحقد عليكم،
انتوا اللي فيكم مكفيكم، وعشان كده هتحاسبوه حساب عسير. طب انتوا في خوف في فشل، انتوا خايفين من فشل حاجة او من حد، الله اعلم، بس انتوا خايفين من حاجة. في فرحة قادمة ليكم، والفرحة دي من وراها هيكون في شمع وفي ازدهار، وهيبقى في امور هتبقى هتفتح ليكم على الخير. ما شاء الله عليكم، انتوا عندكم اكتر من حاجة هتفرحكم، بس لو فضلتوا تتكلموا وتبعبعوا كتير عن الحاجات دي مش هتتم. خلوا بالكم، في حضور مناسبة في العيلة، وفي تغيير عمل لصالح ليكم انتوا، بس انتوا محتاجين فترة هدوء وفترة ان انتوا تهدوا اعصابكم وتدوا كده راحة لنفسكم. في امر خلال كام يوم هيتم على خير، لإما حد هيعتذر، لإما اضواء هتتبدل، لإما حاجات هتتعمل عندكم الله اعلم، بس حرفيا الفترة دي هتكون لصالحكم انتوا، وانتوا اللي هتكونوا مميزين جدا بالفترة دي، عشان دي فترتكم انتوا. انتوا معروفين عنكم بالذكاء، ومعروف ان انتوا بتعرفوا تتعاملوا في مشكلة او تتعاملوا في الخلاف، بتتعاملوا كده بشكل ايجابي، وبتبدأوا بالمصالحة، بتبدأوا بالتفاهم، بتبدأوا ان انت تحلوا المشكلة بين الطرفين او بينكم وبين حد، بتبدأوا يعني بتحاولوا تحلوا المشاكل، ما بتحبوش السلبيات، بس ده ما يمنعش ان انتوا لازم تحافظوا على الطاقة بتاعتكم، لان طاقتكم ومهاراتكم بسبب الخلافات دي بتقل، وبتحسوا ان في حاجة، في مشكلة او في حاجة مأثرة عليكم. فعشان كده دايما خلوا بالكم من اي حاجة مأثرة على الوضع بتاعكم. كمان انتوا هنا في حد بيحب التملك، في حد بيحب يملك الشخص اللي معاه، في حد عنده الحب اللي هو حب الزايد، والحب الزايد ده بيتعب الشريك او بيأثر على الشريك، بيحس ان انتوا مش واثقين في الشريك، وعشان ده عشان كده ده سبب المشاكل. يعني اي نعم انتوا بتحبوا الشريك حب صادق، وحبه مستحيل حد يحبه زيه، بس من يعني الحب الزايد والشريك مش متعود عليه بيحس ان هو تملك، وفي مشاكل كتيرة جدا بتظهر في العلاقة دي، وعشان كده لازم ان انتوا تبعدوا عن فترة التناقض وفترة الاذى. انتوا معروف عنكم ان انتوا عندكم عزة نفس عالية، وعندكم حنية وطيبة، وده اللي موقعكم في مشاكل. حنيتكم دي مخلياكم انتوا تعبانين نفسيا، ومخلياكم انتوا يعني بتفكروا كتير في حاجات مش عارفين التفسير بتاعها ايه، وعندكم اكتر من سؤال عايزين اجابة ليه، لدرجة ان انتوا اقترحتوا على حد فلوس، قلتوا له لو اديتنا اجابة للاسئلة دي احنا ممكن نعمل لك اللي انت عايزه. حصل منكم ولا ما حصلش؟ في علامة في ايدكم، العلامة دي كان سببها ايه؟ لاما العلامة دي انتوا لحد الان مش فاهمين هي سببها ايه، لاما انتوا مش قادرين تنسوا اللي كان سبب في العلامة دي. كمان انتوا زعلانين على نفسكم، وبطلتوا تعملوا حاجات كنتوا بتعملوها، حاجات كتيرة جدا بطلتوا فعلا تعملوها، رغم ان انتوا كنتوا متعودين على طول ان انتوا تعملوا الحاجات دي. ليه بقى؟ عشان حسيتوا ان الفترة دي فترة اثبات وجودكم، حسيتوا ان الفترة دي لازم اللي الوضع اللي انتوا فيه يتحسن بشكل كبير. ما شاء الله عليكم، يعني في فعلا ازدهار، وفي اكتمال لاكتر من حاجة. كمان انتوا عندكم مقابلة مع شخص مهم جدا، والشخص ده هيمد ايده ليكم وهيعرض عليكم لإما منصب، لإما وظيفة حلوة، لإما حاجة جديدة الله أعلم، وهيعجبه جدا الشغل بتاعكم، وهتلاقيه كده عايز يسفركم بره، عايز يخليكم تمضوا عقد وتمشوا الله أعلم، بس بالفعل هيكون في طاقة إيجابية. في شخص بوشين، شخص عندك في وشين، يعني في قدامك بوش ومن وراك بوش، وبيطعن فيك في ظهرك وانت مسلم له ايدك ومش اخد بالك. خد بالك من النقطة دي ومن الحتة دي، والمكالمة الهاتفية اللي هتحصل عندك هيبقى فيها شرح للوضع الجديد بتاعك، او هيبقى فيها شرح كده لأوضاع جديدة، وهتكون مبسوط جدا بالتبشرات الحلوة اللي هتحصل لكم. انت عندك دعوة، والدعوة دي هتكون مستجابة بإذن الله، مع نهاية الأيام اللي جاية هيكون في انفراجات حلوة، او هيبقى في تغيرات حلوة، انت على وشك ان انت تطلع من اي حاجة مأثرة عليك، هيبقى في اكتساب الاكتساب لماديات. طيب
اقول لك ان انت قريب جدا 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 هيبقى في فرحة تأخرت عنك بقالك مدة واتألمت عشانها. الفرحة دي هتتم وهتبقى رسالة ليك من عند ربنا، وهتبدأ تعيد حساباتك وتعيد الأمور اللي عندك، يعني هيبقى في تحسن على كذا وضع، وهتكون مبسوط جدا وهتشكر ربنا ان ربنا هيقضي لك حاجتك وهتحصل على اللي انت صبرت عشانه بقالك مدة كبيرة. بسم الله عليك، يعني بسم الله ما شاء الله عليك. تحقيق أهداف، تحقيق حلم، بس ابعد عن العند والعصبية وتنشيف الدماغ، او ابعدي عن الحاجات دي، وحاولوا ان انتوا تستحيلوا كده بشوية وتبعدوا عن اي حد وما تسمعوش كلام حد، علشان عندكم اصدقاء منافقة، عندكم اشخاص مش حابة الخير ليكم. كمان البعض منكم عنده مشكلة هيحاول يحلها، وزي ما قلت المفتاح لإما الحل مشكلة لإما الفترة دي انتوا هتطنشوا ناس كتيرة جدا، وهيبقى فتح انفراجات عندكم او فتح باب جديد او حاجة جديدة الله اعلم، بس فعلا حرفيا ربنا هيهون عليكم الوضع اللي انتوا فيه ده، وهيكرمكم من اشياء كتيرة جدا، او من حاجة، من اكتر من حاجة، هتحسنكم، هتحسن الاوضاع بتاعتكم، هتحسن الدخل بتاعكم، هيبقى فيه استقرار. ومهما الحد اللي حواليك يجيب اللوم عليك ما تديش الموضوع اهتمام، علشان فعلا هم بيحاولوا بقدر المستطاع ان هم يجيبوا اللوم عليك، رغم ان انت ملكش اي ذنب في الموضوع او ملكش اي ذنب حتى في اي حاجة، بس هم كل اللي سهل او كل اللي اسهل عندهم ان هم يجيبوا اللوم عليك انت، وانت ما تعرفش حتى هم بيعملوا كده ليه. وبلاش تكون دبش في وقت العصبية من ناحية كلامك، عشان كلامك من وقت للتاني بيكون دبش، وممكن تزعل الطرف التاني حتى لو انت كلامك حقيقي، بيزعل الشخص التاني اللي في حياتك. بتحب اللبس، بتحب الرشاقة، بتحب الأناقة، بتحب خفة الدم، بتحب تظهر كل يوم بشكل مختلف أو تظهري كل يوم بشكل مختلف، واللي بيشوفك بيقول عليك يوم ايه؟ طول عمركم قمر، حتى لو انتوا كبرتوا اتقالت لكم كام مرة الكلمة دي؟ كتير جدا، وده الحسد بعينه، يعني ده الحسد، خدوا ما تكونوش مبسوطين بالكلام ده اللي بيتقال لكم، ده الحسد، يعني ده الناس اللي بتحسدكم، فبتجيبها لكم بايه، بطريقة حلوة شوية، فانتم ايه، خدوا بالكم بقى، عشان خاطر الناس دي فعلا هي منافقة وما بيحبوش اللي احسن منهم. طيب انت الفترة دي بتعاني من ايه؟ بتعاني من بعض الاحلام المزعجة، من بعض الحاجات اللي انتوا مش عارفين تفسروها، رؤية خيالات كده، رؤية اشياء غريبة، رؤية حاجات غريبة انتوا مش فاهمينها اصلا او في ايه بالظبط، وعندكم كده كمادات زي ما قلت لكم بتبقى في جسمكم، او ضربات قلب سريعة، حاسين ان انتوا بتعانوا من بعض الاعراض بس انتوا مش فاهمين او مش عارفين تفسروا الاعراض اللي عندكم دي ايه. اغلبكم كمان بيواجه حسد شديد، فمش عارف برضو يعرف اذا كان ده حسد ولا سحر، كذا حاجة عندكم، وعندكم نفور من الشخص او نفور من البيت بدون سبب، انتوا مش عارفين السبب ايه، انتوا كل اللي عليكم تمشوا، كل اللي عليكم ان انتوا تبعدوا، كل اللي عليكم ان انتوا تخطوا اي مشكلة في حياتكم او تشوفوا يعني حاجات مختلفة، وعشان كده من وقت للتاني بتسمعوا اصوات غريبة ولا عارفين تفسروا الاصوات دي ايه، ولا عارفين حتى ايه اللي بيحصل ده. وفي حاجات عندكم بتختفي وبتدوروا عليها ما بتلاقوهاش، او ما بتبقوش عارفين الحاجات دي راحت فين. وبلاش الدموع على الفاضي وعلى المليان في حياتكم، حاولوا ان انتوا تستحلوا بالصبر وتبعدوا عن اي تسارع او اي خطوة سريعة، وبلاش العصبية الزايدة اللي عاملة لكم التعب النفسي والتعب اللي مأثر على جميع الاسعد بتاعتكم. حاولوا ان انتوا ترجعوا لون بشرتكم، علشان بشرتكم فيها حاجة غلط او حاسين انه فيها حاجة غلط، ومع تقلب المزاج اللي عندكم ده طبعا حاجة مضايقاكم جدا ومخلياكم انتوا كل شوية بتسألوا نفس الاسئلة اللي بقالكم مدة بتسألوها، يا هل ترى ايه اللي بيحصل، يا هل ترى هو في ايه،
انتوا عندكم حد واقف فوق دماغكم وعم مأثر عليكم في اكتر من حاجة، بس بفضل ربنا سبحان الله وتعالى حياتكم الفترة دي هتتحسن، وهتبقوا انتوا على استعداد او على وشأ تنجحوا في النجاح اللي انتوا مستنيينه او بقالكم مدة عمالين تسعوا من اجله. فما تسمعوش كلام حد خالص مهما يكون مأثر عليكم او مهما يكون صلاتكم بيه. انتوا رأيكم دايما بيكون من دماغكم، ما بتحبوش حد يدخل في حياتكم ولا حد يأثر عليكم في اي حاجة عندكم. ان انتوا اليومين دول في طاقة متحكمة فيكم، الطاقة اللي متحكمة فيكم دي هي اللي مخلياكم حيرانين جدا، مخلياكم شايلين هم الدنيا فوق دماغكم، وده اكبر غلط. لازم الطاقة دي في اسرع وقت تحصنوا نفسكم. انتوا اصلا حد، ناس كتيره جدا بتقول لكم ان انتوا مسحورين، ناس كتيره جدا بتقول لكم ان انتوا حد عامل لكم عمل، بس انتوا شجاعتكم وثقتكم بنفسكم انتوا ما بتعرفوش تصدقوا الكلام ده. فياريت تخلوا بالكم الفتره دي من نفسكم، ودايما تحصنوا نفسكم قوي. عملوا لكم سحر فرقوكم بينكم وبين الشريك، خلوكم انتوا ماشيين في طريق والشريك ماشي في طريق تاني. السحر فعلا انتوا معمول لكم سحر بالتفريق، انتوا مش معمول لكم سحر وقف الحال، سحر التفريق. وسحر التفريق ده من وراه ضغوط نفسيه، من وراه حيره، مش عارفين تاخدوا قرار ولا عارفين حتى تكونوا مع الشريك. كل اللي عليكم ان انتوا عندكم ذبذبه في دماغكم. من ناحيه الماديات، الماديات عندكم في قمه الازدهار، لا اما هتكون، لا اما انتوا عندكم شغل حلو جدا بتشتغلوا منه، لا اما انتوا فاتحين مشروع، فاتحين حاجه جايلكم مصدر حلو جدا منها. الله اعلم في طاقات ايجابيه ليكم وفي اخبار تخصكم انتوا على جميع الاصعد. كمان انتوا هنا بسم الله في طاقه جديده او طاقه معينه انتوا ناويين تشتغلوا عليها، ناويين تسعوا من تجديد، من امور، من طاقات تانيه او من حاجات مختلفه. الطاقه بتاعتكم مفتوحه ودايما بتوزعوا ايجابيات على كل الناس، بتتفائلوا جدا، مفيش حاجه اسمها طاقه سلبيه، لا انتوا عندكم تفاؤل جدا في حياتكم. بتحبوا الخروج من البيت، بتحبوا السفر، بتحبوا تشربوا قهوه، بتحبوا تعملوا حاجات كتيره جدا انتوا بتحبوها. وفي قرار الفتره دي هتاخدوه وهتفتكروا الكلام ده كويس جدا، القرار ده ان انتوا هتخرجوا من اي حد في حياتكم. انتوا العاطفة عندكم تعبانين بمعنى الكلمة، العاطفة ما فيهاش فيها استقرار، لدرجة ان انتوا لما بتقعدوا مع نفسكم شوية بتقولوا احنا حتى مش عايزين شريك في حياتنا، دايما كاتمين نفسنا. البعض ممكن يكون في علاقة سامة، او بمعنى علاقة فيها غموض، علاقة تعب، علاقة ارهاق، دايما كده الشريك مش فاهمكم او انتوا مش فاهمين الشريك، او الشريك بيحب يتحكم فيكم. انتوا روحانياتكم عالية جدا، لما بتحبوا مش حب التملك بس، بتحبوا ان الشخص ده يكون يخصكم انتوا، الشخص ده بتاعكم انتوا، الشخص ده ليكم انتوا، الشخص ده محدش يجي عنده، الشخص ده محدش يكلمه، دايما ماشيين بالمبادئ دي. والشريك ما بيستحملش طبعا الكلام ده، بيحس ان انتوا في ايه، ايه اللي بيحصل، إيه الطاقه دي، ليه الكلام ده، ليه حاجات كتيره جدا واسئله كتيره جدا. كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، وشكم هيبدا ينور من بعد طبعا الضيق اللي انتوا حاليا فيه، التوهان والتشتت وعدم اتخاذ قرار، رغم ان انتوا عملتوا اكتر من مره، ممكن تكون صلاه استخاره او بمعنى اصح دعيتوا ربنا اكتر من مره، بس برضو محطوط عليكم من الطاقات اللي انتوا بتاذيكم في التفكير. عندكم علاقه مع ابراج ترابيه، مفيش تفاهم مع ابراج ترابيه خالص معاكم. الابراج الترابيه بيكون ليها مصدر تاني وانتوا ليكم مصدر تاني خالص، واللي بقول في علاقه من الابراج الترابيه ينزل يقول لي في الكومنتات، ليه دايما في نفور، دايما في شد وجذب، دايما كده مفيش تفاهم، مفيش اي طاقه. انتوا بتحاولوا تعملوا اقصى مجهود في حياتكم لانتوا تكونوا احسن حاجه. طيب اقول له عدوا ورايا انتوا محسودين على ايه. اول حاجه انتوا محسودين عليها على عيونكم، واغلبكم عيونكم لونها جميل جدا، لدرجه انه بيجوا في وشكم بيقول لكم ايه ده، ايه عيونكم الجميله دي، ايه عيونكم الحلوه دي، إيه، وده حسد شديد من غير اي حاجه. البعض منكم كان بشرته جميله، شعره جميل، اخد عين لحد الان عمال يعالج في نفسه. بتحبوا اللون الموف، اللون الرصاص، اللون الاسود، بتحبوا كده الوان جميله بتديكم تفاؤل، الالوان دي فعلا بتديكم تفاؤل، عشان كده انتوا بتحبوا فعلا الفتره دي تجددوا. طيب البعض منكم عنده ربح، البعض منكم عنده جمعيه هيقبضها، البعض منكم حاطط في باله ثلاث حاجات، اللي عايز يشتري شقه ويأسس حياته، واللي عايز يشتري تليفون معين في دماغه، واللي عايز يشتري عربيه بقدر المستطاع. انتوا حاطين اساسيات في بالكم. كمان البعض منكم هنا مسلف حد فلوس ومستني حد، مستنيين الفلوس دي تترد لكم في اي وقت، انتوا مالكمش دعوه، انتوا مستنيين الفلوس دي تيجي لكم. وبالفعل الفلوس دي هتكون مصدر ليكم خير، او هتكون طاقه جديده ليكم، او هتكون بمعنى اصح فرج او طبطبه او خير او دعم، حاجات جديده، حاجات حلوه، حاجات مختلفه، الله اعلم.
كده نكون خلصنا مجموعة رقم واحد، ودلوقتي هنشوف مجموعة رقم اتنين، اصحاب الشمعة الزرقاء، ونقول بسم الله. مجموعة رقم اتنين، احضروا معايا يلا، اهو وادي شمعتكم وادي حروفكم، ونقول بسم الله. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله. صورتكم جميلة وعندكم طاقة إيجابية، الفترة دي عندكم حكمة عالية. انتم مضغوطين الفترة دي جدا، وحاسين ان الأيام دي تقيلة على قلبكم، مش عارفين ايه اللي بيحصل، بس ربنا هيسترها معاكم الفترة دي وهيسهل لكم حاجات كتيرة جدا انتم حاسين ان هي مستحيل تتسهل. كمان في ورقة تخص الحكومة او تخص المحكمة هتخلص على خير، انتم محتاجين تغيير هنا، في زيادة في الرزق، في زيادة في المال، في زيادة في الوضع اللي انتم في التحسن بإذن الله. بس من وقت للتاني بتجيلكم طاقة إحباط بالكسل والتفكير السلبي والخمول والصداع اللي مستمر، وعشان كده انتوا عندكم عين حقودة وحاسداكم وبتراقبكم في صمت. دايما اقول لكم خدوا بالكم وانتبهوا من اي حاجة في حياتكم، حتى من ملابسكم. كمان البعض منكم هنا بدأ يهتم جدا، فعلا حرفيا بدأتوا تهتموا بنفسكم، وبدأتوا تعالجوا المشكلة اللي عندكم، او تعالجوا الحاجة اللي بتاخد الطاقة بتاعتكم. انتوا معروفين عنكم ان انتوا اشخاص روحانيين جدا، بتكتشفوا النفاق والكذب، وبتكتشفوا كل واحد على حقيقته، وبتتعاملوا معاه بطريقة مش زي الاول. يعني التغيير فعلا بان عليكم، او انتوا ما بتوش حابين اصلا تتعاملوا في العلاقة دي، او ما بتوش تتعاملوا مع الناس اللي هي بتتعامل معاكم بطريقة غير مباشرة. في شوية تعب ظاهر جدا على وشكم، وده قلة نوم. رافعين ايدكم لربنا وبتقولوا يا رب احنا محتاجينكم، محتاجينك سهل لنا الامور اللي احنا فيها حاليا. بس في شوية زعل جواكم، وبتحاولوا تضحكوا وبتحاولوا تظهروا ان انتوا اقوى ناس في العالم، بس طبعا الطاقة دي مأثرة عليكم، بس بإذن الله هتعدي على خير، وفي كمان عوض من عند ربنا، وهيكون رزق واسع. البعض منكم في طريق سفر مفتوح قدامه هيدخل فيه، بس هو محتاج شوية مجهود وشوية عمل زيادة. بينك وما بين الشريك، او بينك وما بين الشريكة، في مشاعر مستخفية، في امور مستخبية الله اعلم. في شخص هنا بيحبكم ومش راضي يبين، او مش عايز يظهر محبته اتجاهكم، او في امور هو بيفكر فيها، في اخد وعطى عندكم الفترة دي، في تراكمات جوه قلبكم بس مش عارفين تتعاملوا بيها ازاي، او مش عارفين تبدأوا ازاي. في كذا امر مضايقكم، دايما بتحس ان انت في تقل على الصدر ومش عارفين ايه السبب. كمان انتوا هنا عندكم طاقة، الطاقة دي هتخليكم تتغلبوا على اكتر الامور اللي في حياتكم، وهتخليكم تدخلوا في فترة حلوة. بس كمان في الغاء قرار انتوا خدتوه يخص عمل، حسيتوا ان انتوا تسرعتوا فيه، فدلوقتي بدأتوا ان انتوا تطلعوا نفسكم من القرار ده، وهتنهوا وهتحاولوا تكبروا دماغكم شوية. مين الشخص اللي محتاج منكم مساعدة او نصيحة، وانتوا هتقفوا معاه وهتساعدوه؟ لو انتوا في علاقة عاطفية اليومين دول، حاولوا تحافظوا عليها، وبلاش مشاكل كل شوية، وبلاش ان انتوا تغيروا على الشريك بشكل سريع او بشكل طول الوقت، علشان الشريك ممكن ما يكونش متعود على كده، فده تخلق المشاكل بينكم. مين عندكم عايز يغير تليفونه، او عايز يغير حاجة عنده؟ انتوا ناويين تطلعوا تعملوا حاجة جديدة، ناويين تتصدقوا عن مال عندكم، او في صدقة جارية انتوا هتعملوها الفترة دي، وهتكونوا مبسوطين جدا ان انتوا فعلا هتعملوها. كان في حاجة محيراكم وسمعتوا بخصوصها إجابة أو بخصوصها حاجة، حصل الكلام ده؟ سمعتوا بخصوصها أمور أو أمر؟ عايزاكم تحرصوا في التعامل وفي الكلام مع الناس اللي حواليكم، وبلاش من وقت للتاني تدخلوا نفسكم في حيرة وفي تراكمات سلبية، عشان التراكمات عندكم ملازماكم في أكتر من حاجة، ومخلياكم دايما عندكم خمول وكسل وإرهاق مش طبيعي. كمان البعض منكم عايز يعمل حاجة، بس الأهل مش واقفين معاه ومش جايين جنبه، أو مش واقفين جنبه. وانت هنا يعني ممكن انتوا عايزين حاجة، وفي حد واقف وشكم ومش عارفين.
مميزين جدا ان انتوا بتعرفوا حرفيا تظهروا الناس اللي حواليكم. معروف كمان ان انتوا بتعشقوا اللون الاسود، واللون الاسود ده بيديكم طاقة ايجابية، وعشان كده البعض منكم اغلب هدومه سودة او اغلب الهدوم بتاعته فيها اللون الاسود. كمان حرفيا حرفيا خرجتوا ناس من حياتكم، ومن وقت الناس اللي انتوا خرجتوها من حياتكم دي طول الوقت لا اما التليفون مقفول، لا اما التليفون صامد، لا اما ما بتردوش على حد، بدأتوا حتى التغير يظهر عليكم. في حد بيحبكم قوي، وبمجرد ما بيتكلم معاكم بيعرفكم من نبرة صوتكم، بيقول لكم اذا انتوا فيكم حاجة او انتوا كويسين او انتوا في حاجة، بيعرفكم على طول. مين السبب اللي كان تأجيل رئيسي في المخططات بتاعتكم او في التفكير بتاعكم؟ ممكن تكون انتوا كنتوا جايبين مشروع او جايبين ورقة وقلم وبتمشون بالورقة والقلم، وفي حاجات كتيرة جدا اتأجلت عندكم. في عمل جديد وخطوة جديدة في انتظاركم، هتكون مليئة بالتفاؤل وهتظهروا طاقة جديدة. كمان علاقتكم بالحبيب بدأت تتحسن عن الأول. ممكن يكون عندكم انتوا برج الدلو، برج العقرب، برج الأسد، برج السرطان، عندكم برج من دول هيكون في رجوع، أو في حد هيرجع لكم ندمان على قرار انتوا خدتوه أو على موقف حصل، فانتوا من بعد الموقف ده خدتوا قرار. انتوا شايفين نفسكم ان انتوا في مرحلة صعبة، لكن المرحلة دي هتتحول لنجاح كبير جدا في حياتك للأفضل، وهيبقى فيه بشرى انت منتظرها بقالك مدة، هتحصل على خير. طب انتوا محتاجين حد هنا بشدة قوي، في حد عمالين تدعوا ربنا ان هو يقف معاكم، محتاجين حد فعلا الأيام دي. نبضات القلب سريعة عندكم وبتفكروا كتير جدا، او في حاجات عايزين تعملوها بس بترجعوا لورا ومش عارفين تبدأوا ازاي. اقدر اقول كمان ان هنا في بداية فترة الحصد التامن اللي انتوا عملتوه، وفي حلم جميل جدا عندكم هيتحقق، بس حاولوا تستحلوا بالهدوء وبلاش التفكير السلبي مهما يكون، عشان التفكير السلبي بيوزع عليكم طاقة سلبية، وبمجرد ما بيوزع عليكم طاقة سلبية بتتحكم فيكم، ما بتبقوش حاسين بطعم اي حاجة حواليكم. طيب في حد انتوا بينكم ما بينه علاقة بس في اختلاف، او في عراقيل بينكم؟ انتوا رأ طول ما انتوا مصممين على حاجة مفيش حاجة اسمها توقف الحلم بتاعكم، مفيش حاجة ان انتوا ترجعكم عن اي حاجة انتوا عايزينها، وبلاش تأنيب الضمير على حاجات انتوا ما عملتوهاش، على حاجات انتوا ما تعرفوش عنها حاجة. دايما عندكم تأنيب الضمير، ودايما ضميركم بيأنبكم في كل حاجة انتوا ممكن يعني فعلا حرفيا يعني ما يكونش عندكم خلفية عنها، وتلاقوا كده الضمير كله عندكم انتوا، او كل الناس تحط اللوم عليكم. الفترة دي عندكم طاقة حسد، والحسد ده مأثر عليكم زي ما قلت لكم في اكتر من حاجة. في اتنين عايزين يعرضوا عليكم عرض، والاتنين دول هيكون عرض حلو، وهتحسوا ان العرض ده جاي لكم من عند ربنا علشان يكون طبطبة على حياتكم. انتوا في اختبار من ربنا، لازم تتحكموا في الوضع اللي انتوا فيه بالعقل مش بالقلب، ما تخلوش العاطفة هي اللي تسيطر عليكم. في مفاجأة حلوة من شخص هيتكلم معاكم وهيوصلكم لطريق خير او لطريق جديد او لموضوع جديد، الله اعلم، بس هيفتح معاكم طاقة تانية خالص في حياتكم افعى، او في حياتكم حد بيأذيكم، حد بيتمنى لكم الشر وانتوا هتعرفوه، فهتتعاملوا معاه بطريقة تانية. في ناس حواليكم اكلت من خيركم ونقرت جميلكم، الناس دي من الناس المقربة لقلبكم. كمان بالكم مشغول وحيرانين جدا في موضوع او في طاقة معينة، في مشروع او قرار هتاخدوه الفترة دي هيفرح قلبكم، او ممكن يكون الخبر اللي هيجيلكم بعودة الحبيب. ودايما اقول ما تتسرعوش ابدا في قراراتكم مهما تكون، وما تحكموش على حد غير لما تشوف اللي قدامكم يستحق الحكم ده ولا لا. ما تقلقوش، لان اموركم كلها هتمشي زي ما انتوا عايزين،
اوراقكم كلها هتتم الفتره اللي جايه. ايه الحاجه اللي انتوا فاقدينها ومازال بتدوروا عليها؟ يعني حاجه انتوا فاقدينها، ممكن يكون شعور، احساس، انتوا في حاله فقدان لطاقه معينه، في حاجه انتوا فاقدينها وبتحاولوا يعني يكون في توازن عندكم او في تحقيق. البعض منكم ناوي على حاجه جديده، البعض منكم خايف يكون خد قرار ومتسرع فيه. مين الشخص اللي نهيته معاه علاقة بسبب فتنة؟ الطرف الثالث موجود، مازال موجود في حياتكم، لسه ما خرجش او خرج فترة ورجع تاني. طرف ثالث عندكم، عندكم حرف الاي وحرف الان، دول موجودين في حياتكم، والأذى جاي لكم من حرف الإن، خدوا بالكم. عندكم حماس وتحقيق أمنية، البعض منكم عنده شهرة أو أنتم مستنيين شهرة. شوف أنتم مستنيين إيه، أنتم عندكم طاقة معينة جديدة. إيه الحاجات اللي عمالة تزيد عندكم وبتشتكوا منها؟ في استجابة لدعاء عندكم طال انتظاره، الاستجابة دي لأما زواج لأما استقرار في حياتك المادية. الفترة اللي جاية انتوا هتحصلوا على حاجات جديدة، بس حاولوا ان انتوا تاخدوا راحتكم في النوم، علشان قلة النوم اللي عندكم دي مسببة لكم ضغوط نفسية ومفيش اي استكمال في حياتكم بسبب الضغوط اللي مأثرة عليكم. كمان اقدر اقول لكم او ابشركم ان انتوا عندكم قضاء حاجة، وهتبقى حاجة انتوا بقالكم مدة منتظرينها، لكن الحزن اللي عندكم هيتبدل لفرح. وكمان انتوا في هنا زيارة مفاجأة، او حد هيكلمكم مفاجئ، امور هتحصل عندكم مفاجأة الايام دي. مين الأشخاص اللي من أبراج هوائية موجودة عندكم في حياتكم ومنكم وبينها كلام، بينكم وبينهم مواضيع، أو في طاقات بتتفتح ما بينكم؟ وبلاش تجيبوا اللوم عليكم في كل حاجة، حاجات انتوا ممكن ما يكونش ليكم ذنب بتجيبوا اللوم عليكم فيها وانتوا حرفيا ما تعرفوش عنها حاجة، أو بتقولوا مش عارفين. في حد حاسس ان انتوا قليلين وبيتكبر عليكم، او دايما بيقول يعني بيبان ان هو متكبر، او هو شخص اناني اصلا، بس بيبان ان هو ما فيش زيه، بيبان ان هو عادي ومش وانتم ما بتحبوش الطاقه دي. مع بدايه الايام اللي جايه هيكون في طاقه جديده، الطاقه الجديده دي هتخليكم تحسنوا من الاقدار اللي عندكم، وهتدافعوا عن نفسكم بشكل كبير جدا، وهيكون في تحسنات ايجابيه. ليه؟ علشان انتوا ناويين على التحسنات اللي انتوا حاليا بتستنوها او حاليا بتحسبوها بالورقه والقلم. كمان انتوا هنا على وشك النقله الجديده، او على وشك الحلم بتاعكم، فاوعوا تتخلوا عن الحلم بتاعكم مهما تمروا بظروف قاسيه، او مهما الظروف عندكم تكون ازياكم. في سكه جديده هتتفتح لكم قدامكم، السكه دي هتكون من عند ربنا، هيكون فيها رزق كبير، وهتلاقوا الحاجه اللي انتوا فاقدينها بقالكم مده. انتوا كمان قررتوا الفتره دي ان انتوا تبعدوا عن حد متاكدين ان هو ظلمكم وجه عليكم، وعشان كده قررتوا ان انتوا خلاص تنسحبوا عنه. في عقاب، عقاب حد عاقبكم بيه، او انتوا عاقبتوا حد في حياتكم، هو في عقاب عندكم، انتوا عاقبتوا حد عقاب وسبتوه ومشيتوا وقلتوا له حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، لانه سرق منكم الضحكه وسرق منكم كل حاجه في حياتكم. طيب ايه الحاجه اللي انتوا يعني ليها ذكرى معاكم؟ خاتم، سلسلة، في حاجة عندكم بتحبوا تلبسوها جدا، ليها ذكرى كبيرة جدا عندكم، او ليها ذكرى كبيرة معاكم. وان شاء الله بإذن الله الحزن اللي عندكم ده هيتبدل لفرح، وهيخليكم تنسوه بفضل ربنا، علشان انتوا فعلا حرفيا ما بقيتوش طايقين اي حد،
حتى الناس اللي عندكم او حواليكم بقيتوش طايق فعلا، ما بقيتوش عايزين تكلموا مع حد، عايزين تفتحوا مواضيع مع حد طول الوقت، مش عايزين ان انتوا مش عايزين حتى حد يهتم بيكم. الامور عندكم بدأت تتغير او انتوا بدأتوا تتغيروا. مين الناس، مين الحد اللي عندكم بدأ يروح لدكتور نفساني، بدأ يشوف ايه اللي عايز يعمله؟ في امور عندكم بتستجدوها. انتوا دايما بتحموا الناس اللي حواليكم، ودايما بتكرموا الناس اللي حواليكم على نفسكم، وبدأتوا تأذوا نفسكم من أجل الآخرين. ايه النتيجة في الآخر؟ انتوا اللي تعبتوا، والناس اللي كلتوا معاهم عيش وملح ما تمرش فيهم. حصل ولا ما حصلش؟ اتخذلتوا جدا من ردة فعلهم، وعشان كده قلتوا احنا ملناش نصيب في الحب، احنا نصيبنا في الحب ما فيش اي تجديد فيه. دايما محطوط عليكم في المسؤولية، بتتحملوا مسؤوليات فوق الطاقة بتاعتكم، ومفيش حد واقف جنبكم في اي حاجة. قررتوا ان انتوا تشتغلوا في وضع معين للافضل، وفي تحقيق لأشياء جديدة انتوا قدامكم. حصل عندكم اكتر من مرة خيبة امل، بس برضو مازال بتعافروا وتجاهدوا. ليكم يومين او 3 ايام بالظبط في مكالمة مستنيينها من حد، او في حاجة تخص حد انتوا مستنيينها الفترة دي. بمجرد ما هتجيلكم هتحسوا قد ايه ان ربنا كريم عليكم، ان ربنا هيحقق لكم جزء من حاجة معينة ليكم، او هتبدأوا ان انتوا يبقى في رسالة بينكم ما بين شخص، الله اعلم. بس حرفيا هيكون في تميز حلو، وهيكون في طاقة ايجابية. بتعانوا الفترة دي من بعض الوجع اللي في الجسم، او من بعض الامور اللي عمالة تزيد عندكم، مخلياكم مش عارفة تتواصلوا مع الناس اللي حواليكم، او الامر المعاكس عندكم مخليكم دايما مش عارفين تشوفوا الناس اللي حواليكم بتفكر ازاي. انتوا عندكم خطوة جديدة، او رسالة جديدة، او قرار جديد هتاخدوه. كمان افكاركم الفترة دي فيها تسرع وفيها عصبية، حاولوا تهدوا من التوتر وتشيلوا الموضوع اللي مضايقكم، وزي ما قلت تحطوا نقط على حروف وتبدأوا بداية، لان انتوا هنا عندكم نتيجة حلوة. رغم ان انتوا دخلتوا في فترة منعزلة، بس في بعض الامور هتحاولوا تخرجوا منها في فترة ايجابية. في كمان خروج من الطاقة السلبية، وهتخرجوا لعالم تاني او لحياة تانية او لامور تانية خالص، والمشكلة اللي عندكم دي هتنحل بشكل كبير جدا، وهتطلعوا من بعض القلق وبعض الحيرة. عندكم شخص نرجسي، شخص علاقته بكم مش لطيفة خالص، انتوا هتقيموا العلاقة دي، وهتعيدوا ترتيبكم من جديد، وهتعيدوا حساباتكم من جديد. لو انتوا عندكم خوف او بعض الامور اللي قلقاكم، او بعض الامور اللي عامله لكم اذى، انتوا حاليا هتتخطوا كل المشاكل اللي انتوا فيها، وهيبقى في نصر عندكم، وهتبقى في رسم امور جديده، في تغيير مكان لمرحله تانية، او في ازدهار ليكم. كمان انتوا هنا هتبعدوا عن الخلافات كلها اللي وقعت عليكم، وزي ما قلت ان انتوا هتعرفوا الشخص اللي عامل لكم فتنه ونميمه في حياتكم، مش يعني انتوا هتاخدوا بخصوصه قرارات كتير، او هتبداوا مواضيع كتير بيه. في طاقه تردد للمتجوزين، المتجوزين انتوا بتعانوا من بعض الغموض، او بتعانوا من بعض ان الشريك مهمل معاكم في المعامله، بس هتكتشفوا سر مخيف ليكم. المنفصلين انا دايما اقول لهم ان انتوا محطوط عليكم، وانتوا اللي بتدخلوا لنفسكم طاقه التردد وطاقه الحيره، فلازم تطلعوا من الخمول اللي انتوا فيه، ومن الطاقه اللي مأثره عليكم بشكل كبير، علشان انتوا مش حمل اي طاقه سلبيه. انتوا بتحاولوا ان انتوا تمشوا او تبعدوا او ترتبوا اموركم، وعشان كده عندكم بدء تيسير معاكم في بعض الامور من بعد وقف الحال. وعندكم كمان حد في العيله او في المحيط بتاع العيله هيبقى عليه ضغط كبير جدا الفترة دي، وانتوا هتقفوا معاه وهتساعدوه برضو، انتوا بتحبوا تساعدوا كل الناس ما شاء الله عليكم. طيب انتوا هنا في ترتيب لأمور، وفي أمور جديدة هتستقلوا بيها، وفي استقرار نفسي وحلو جدا، في استقرار عاطفي كمان. العزاب انتوا عندكم ارتباط،
هيكون هتكونوا في قعدة حلوة، في مكالمة هتجيلكم الفترة دي هتبسطكم جدا، او في خبر هتسمعوه هيفرحكم قوي. بس ليه من وقت للتاني بيجيلكم وجع في المعدة والرجلين؟ عايزاكم تخلوا بالكم من واحدة طويلة، الواحدة دي مش تخينة، بشرتها قمحوية، الست دي خبيثة جدا جدا، حاطة عليكم ودايما عينها اتجاهكم، وبتحاول ان هي بقدر المستطاع عايزة تشمت فيكم. وعشان كده تحذروا الفترة دي من نميمة ومن شخصين حواليكم في العمل مش كويسين. وبلاش ان انتوا تدافعوا عن حد انتوا ما تعرفوش نهايته ايه، وما تعرفوش ضميره اتجاهكم ايه. يعني ما تدافعوش قوي عن حد وانتوا مش فاهمين ايه اللي بيحصل. في كمان علاقة فيها انتصار، وفي امور انتوا هيبقى فيها لم شمل ليكم. وبكده نكون خلصنا مجموعة رقم واحد، مجموعة رقم اتنين، ويا رب تكون عجبتكم. كده خلصنا مجموعة رقم واحد ومجموعة رقم اتنين، ويا رب يكون نالوا اعجابكم. تحياتي ليكم.